مرحبا بكم خوتي في قناة المهدي الجزار من مدينة مكناس. لكم أحلى تحية وأحلى تقدير، دائما تجيب لكم الأثمنة. نتوما ما عليكم غير دعمونا بلي لايك وبالبارطاج فضلا وليس أمرا. نجيب لكم الثمن ديال هذا الغنم أخوتي، اللهم بارك. الغنم ديال الأطلس اللي معروفة، يعني اللي معروفة الناس كيحتاجوها بزاف وتيبغيوها بزاف. نجيب لكم الأثمنة، اللهم بارك. شيخ واخا الدار دخل عند واصلين هادو اخويا السوسي. تعطات السوسين ولا بعتيهم السوسين؟ الخرفان زوينين اخوتي، تعطات فيهم 3300 درهم. الناس اللي ما تيعرفوش يعني يحسبوا بالريال، حنا قلنا لكم بالدراهم اخوتي 3300 درهم. اللهم بارك. ولما خوتي بلديه وزينه ومليح. المرقد ديالها منين؟ اكل موس. اللهم بارك. المرقد اخوتي ديال اكل موس. شكرا اخويا، الله يسخر. راه هو سولو الشريف، راه هضر معاه هضر معاه. ماشي شحال عطاوه هنا اخاي سي محمد؟ شنو عطاوه هنايا؟ 64000. تبارك الله. 64000 ريال اخوتي، 3200 درهم. اخوتي كنتواجدوا معاكم حاليا في السوق الاسبوعي ديال مدينه مكناس. نتوما ما عليكم يدعمونا بلا لايك وبالبارطاج، وحنا دائما نجيب لكم الجديد. اللهم بارك اخوتي. هاد العراس اخوتي راه زينه مريحه مريحه. الناس اللي تتقدى العيد اخوتي تشوف البلدي، البلدي فيه الماكله زينه، ويعني السلام ورحمه الله. يعني كتصدق دعمونا بلا لايك وبارطاج اخوتي، يطلع هذا الفيديو باذن الله. شوفوا اخوتي هذا الخير هذا. انا غنحل، انا غنحل. اللهم بارك اخوتي، دعمونا بلا لايك وبارطاج. دائما تنتساراو السوق وتنشوفوا شي حاجه ناضيه تنصوروها مع المتتبعين. كما جبنا لكم الثمن من عند مولاه، نعاودو نزيدو ناكدو لكم اخوتي الثمن ديالو الحقيقي. اللهم يسخر الناس اخوتي، راه تا واحد الحباد الله يسخر لهم. تبعت هاد الغنم، تبعت. لا مازال الخير المغرب؟ 65000. تبارك الله، غنم تستاهل هزيل. 65000 ريال اخوتي، هانتوما تشوفوا على المباشر. اللهم بارك. غنم زين اخوتي، ورا البندية هي راه السوق بالنسبة للناس اللي تيبغوا يعيدوا. ننصحكم تمشيو للبندية اللي وجهها احمر. اللهم بارك. شنو دايرين في السنتين ولا سنة الحين؟ كاين اثنين وكاين سنة الحين بخير. يعني كاين ود العام وكاين اللي عنده عامين. اللهم بارك. دعمونا بلي لايك اخوتي وبالبارطاج، ودائما هذه القناة المتواضعة ديال قناة خوكم المهدي الجزار تجيب لكم الأثمنة على المباشر من السوق أربعاء مكناس. كما تتشوفوا اخوتي، واخا السوق شي شوية خاوي، تنحاولوا نجيبوا لكم المهم الأثمنة ديال ثمن كبش عيد الأضحى. تحياتي للمتتبعين داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. نتمنوا منكم تدعمونا اخوتي بهذا اللايك. لايك والبارطاج. اللهم بارك. هانتوما اخوتي راه 3250 درهم، 3250 درهم اللي واصل. درهم ونقول لك 1000 ريال. واش شريتي هذه المبروكه المره؟ لا الله يسخر لك. شحال باش ديتي؟
شحال باش ديتي؟ 63 ألف تبارك الله من هذا القطعة نيت. الله يسخر لك أتعيد به إن شاء الله الأسبوع. الله يسخر لك الله يسخر لك اللهم بارك أخوتي اللهم بارك أخوتي 75 عاطينا أخويا الله يسخر اللهم بارك خلفان بلديين وملاح أخوتي عاطين فيهم 75 ألف ريال لا تجيبوا لكم الأثمنة وانتم دعمونا بلي لايك والبارطاج الثمن الخرافات اخوتي ديال العيد اللهم بارك ونجيبوا لكم الثمن خونا العزيز على المباشر الناس اللي كتقطع دائما كنجيبوا لكم الثمن على المباشر اخوتي هذو الخرافات بلديا بالنسبة للناس الدراويش اللي ما عندهمش اخوتي راكم عارفين كل واحد تيمشي على قدر حاله الله يكلف الله نفسا الا وسعها المهم دعمونا بلي لايك اخوتي والبارطاج وحنا نجيبوا لكم الثمن اتنين واصلين هاد الخروفات اخويا معطية 29 جملة 29 ألف ونص و 500 ريال اللهم بارك جملة هانتوما اخوتي راه مباشرة من عند خونا ثمن الخروفات ديال العيد غادي نجيبو لكم الأثمنة وانتوما دعمونا بهاد القناة بلي لايك وبارطاج خروفات اخوتي بنديات زينة اللهم بارك الثمن الحقيقي اخوتي تنجيبو الثمن الحقيقي يعني للناس اللي تتابعنا في هذه القناه هذه ما ينساش اللايك باش دائما ترقبوا جديد وتشكروا اللهم بارك اخوتي نجيبو لكم الثمن ديال واحد تباعوا هادو اللحيه تباعوا شحال باش تباعوا 44 تبارك اللهم بارك 44 الف ريال اخوتي الصغرى طاح شي شويه في الثمن ها لا المليح 44 ألف اللهم بارك يعني السوق أخوتي طاح شوية في الثمن اللهم بارك